اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم أنج المسلمين في فلسطين خاصة وفي أنحاء بلدان المسلمين عامة واشدد اللهم وتأتك على أعداء المسلمين وشدد شملهم وفرق جمعهم ودمرهم تدميرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.